السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا من 58 ولاية، اليوم جيناكم بمحتوى جديد واللي هو اللي طاب سالامونجي اللي كنتو طلبتوهم وبقوة قلتو لنا وين راهو طاب سالامونجي. نقولكم باللي اليوم رانا وفرناه لكم في 6 كراسي و 8 كراسي ومن كل لي موديل، يعني كاين بزاف لي موديل دخلونا جدد ودخلتنا طابلة بزاف بزاف شابة. دوك بإذن الله نبداو نشرحو لكم فيهم طابلة بطابلة. خاوتنا ابقوا معنا، ابوني معنا و بارطاجيو معنا هاد لا فيديو، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس. خوتنا نبداو على بركة الله. الحاجة اللي لازم تعرفوها باللي لي طاب سالامونجي اللي متواجدين في محل اثاث ثقة كامل مخدومين اون بوا اتر. ونبداو على بركة الله بلا بريمير طاب. لا بريمير طاب اللي راكم تشوفوا فيها هاد لو موديل جديد اللي خرج تحفة ما شاء الله، لي بي تاعو شوف الله يبارك كامل رونفورسي خوتنا، حاجة بزاف سوليد كيما راكم تشوفوا. توجور قاعدة زجاجية من الفوق خوتنا، حاجة ما شاء الله حاجة صوليد. بالنسبة للكرسي تاعو خوتنا، كرسي تاع هاد لاطابل بزاف شابة كيما راكم تشوفوا، موديل شباب فيه قاعدة مريحة بالكابيتوني فلونتيطاش، حاجة ما شاء الله. ظهر تاعو ثاني كرا بالكابيتوني كيما راكم تشوفوا خوتنا، حاجة ما شاء الله من راهو اونكادري كامل بلو بوا اتر لي حاجة تاع دوام خوتنا هاد لاطاب. بالنسبة للظهر تاع الكرسي خوتنا شوفوا الله يبارك الظهر تاعو كيف راهو مخدوم بإتقان، حاجة ما شاء الله كيما راكم تشوفوا مخدوم حاجة ما شاء الله خوتنا. السعر تاع هاد لاطاب اللي راهي في 6 كراسي راهي ب 11 مليون و 800 واصلة حتى للدار خوتنا 11 مليون و800 لهاد لاطاب. نتمنى تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم هاد لاطاب خلونا الراي تاعكم في لي كومونتير ونزيدو ننتقلوا لو دوزيام موديل تاع لي طاب سالامونجي خوتنا. هذه ايضا راهي في 6 كراسي كما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله. بالنسبه للحاجه اللي طبعت هاد لاطاب سالامونجي خوتنا هو الكرسي، الكرسي تاعها بزاف شباب كما راكم تشوفوا. شوفوا ندير لكم لمحه على الظهر تاعو، شوفوا الله يبارك الظهر تاعو مخدوم حاجه ما شاء الله كامل بلو بوا اتر خوتنا. لاطابل هذه كما راكم تشوفوا فيها، فيها غير في الميليو قاعده زجاجيه كامل بالنوار، في الميليو كما راكم تشوفوا فيها قاعده زجاجيه راهي رايحه كامل بالنوار، خدمه تاعها بزاف شابه توجور، حاجه ما شاء الله. لي بي كما راكم تشوفوا حاجه صحيحه خوتنا، حاجه ما شاء الله. نزيدو نروحو نشوفو الوجه تاع الكرسي خوتنا كيما راكم تشوفو، راهو كامل بالكابيتوني فلونتيطاش، حاجة ما شاء الله كيما راكم تشوفو فيه لي بي تاعو راهم تورنو موتوز خوتنا بزاف صحيح، الله يبارك خوتنا صدقوني. الكرسي راهو ثقيل، الكرسي راهو ثقيل، راهو مخدوم بلو بوا توجور لا ماتيير بريمير، حاجة ما شاء الله. نروحو لاطاب في الويشات اللي راهي دوبلو باو اللي استفادو منها خوتنا خويا. خوتنا اللي استفادو من هادي لاطاب هما الناس ورانا في هذه الدار، هذه هي اللي تجي ما شاء الله كاين موديل فيها بليس على لي طاب الاخرين فيها الفلاماج هذا اللي زاد طبعها ثاني، و اون بليس كاين شوف لي سيكريتي فيها مش كيما في الشيساز كيما تشوفها في الويشاز. كيما عودناكم خوتنا توجور جديد توجور عندنا لي موديل هذه راهي في السيشاز اللي كنتو تشوفوا فيها في الويشاز، خدمة واحدة خوتنا كما راكم تشوفوا. الحاجة اللي تميز هاد لاطاب هي انه راهي دبلو با، يعني نقدر نحطوا صوالحنا لتحتها بار اكزومبل، ها هي حطوا هذو ما نحطوا الكيسان صوالحنا هكذا خوتنا، راهي دبلو با. الخدمة تاع الكرسي البي تاعها بزاف شباب، هذا الموتيف بزاف شابة قاعدة زجاجية من الفوق كامل في النوار، حاجة ما شاء الله حاجة صوليد. بالنسبة للكرسي تاعها اللي خرج بزاف شباب خوتنا شوف الله يبارك، لي بي تو شوف تو موتوز البي تاع هذا لاشيس تاعها راهو متناسق مع تاع لاطابل الكبيرة خوتنا اللي راه في السيشاز، حاجة ما شاء الله خوتنا. نزيد نقول لكم موديل واحد اخر في الويشاز هو هذا الموديل اللي راكم تشوفوا فيه، والسعر تاع هذا لاطاب نذكركم باللي راهي ب 12 مليون و 800 في 6 كراسي و 15 مليون و 800 في 8 كراسي خوتنا. راهم استفادوا منها الناس بومرداس كيما تشوفوا لاطاب تاعكم كيفاش توصل لكم توجور في لومبالاج تاعها، يعني توصل لكم حاجة نقية خوتنا. نزيد نروح نوري لكم موديل واحد اخر هاو ليكم شوفوا الله يبارك، في 8 كراسي بزاف شابه هاد لاطاب اللي من الفوق قاعده زجاجيه في الابيض،
حاجه ما شاء الله 8 كراسي اللي بي تاعها بزاف سوليد كما راكم تشوفوا. الكرسي تاعها الحاجه اللي ميزت الكرسي هو هذا لو بواني خاوتنا كما راكم تشوفوا، هذا لو بواني وين نقدروا نرفدوه. شوفوا الله يبارك خدمه الكرسي تاعها بزاف شباب، لي بي تو شكتور نو موتوز حاجه ما شاء الله. السعر تاع هاد لاطاب راهي ب 14 مليون و800 خاوتنا، 14 مليون و800 ما صلاح حتى للدار، واصله حتى للدار. نزيدو نروحو نشوفو موديل واحد اخر في الويشاس خاوتنا، هاوليكم موديل واحد اخر في الويشاس. شوفوا الله يبارك الخدمه، راهي لاطاب في الاوفال حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفو، خدمه بزاف شابه متقونه حاجه ما شاء الله. بالنسبه لهاد لاطاب حاجه اللي طبعت هاد لاطاب سي بيان، لي بي تاعها كما راكم تشوفو راهي بزاف سوليد خاوتنا. شوفوا الله يبارك، شوف حاجه ما شاء الله مخدومه كامل بلو بوات. ونذكركم باللي لي طاب سالا مونجي اللي في محل اثاث ثقه مخدومين كامل في لو بوات. بالنسبه للكرسي تاعها شوفوا الله يبارك، الكرسي تاعها شوفوا هاوليكم الكرسي تاعها، شوفوا الله يبارك خدمه ولا اروع خدمه ما شاء الله. شوفوا الظهر تاعو الكرسي هذا هاوليكم الظهر تاعو، شوفوا الله يبارك خدمه ما شاء الله توجور. هاد لاطاب اللي راهي بسعر 14 مليون و800 واصله حتى للدار خاوتنا، حاجه ما شاء الله. شوفوا الله يبارك، شوفوا الله يبارك خاوتنا. نتمنى هاد لي طاب سالا مونشي يكونوا نالوا اعجابكم خاوتنا، رانا جبناهم لكم بعد ما طلبتوهم بقوه، رانا جبناهم لكم خاوتنا. انا واش بقى لي نقول لكم، نتلاقاو في فيديو واحد اخر خاوتنا بمحتوى واحد اخر. واخر كلام سلام.